السلام عليكم ورحمة الله. تخيل معايا إلا قلت لك عندنا 10 ديال البيوت، وواحد البيت من هاد البيوت هادو عامرة بالكنز اللي غادي يعيشك أنت أكثر من 83 سنة ديال الرفاهية والمتعة واللي عجبك. أعطيتك 10 ديال السوارت، أش غادي تدير؟ واش غتهز عندي هاد السوارت بعشرة ودير واحد المجهود وتمشي وتبقى تحل في دوك البيبان حتى تحل لك ديك البيت اللي فيها الكنز، ولا غادي تغامر وتهز عندي واحد الساروت ولا جوج وتمشي وتجربهم وصافي جات البيت هو هذاك ما جات صافي وتزيد في حالتك؟ بلا شك غادي تهز من عندي دوك 10 ديال السوارت وغادي تمشي نعامس وتبقى تحل في دوك البيبان حتى تلقى ديك البيت اللي عامره بالكنز، حيت هادي همزه وما يمكنش لك انت تفلتها. يا دابا سمعني يا اخي مزيان، حنا وباذن الله عز وجل داخلين في العشر الاواخر من شهر رمضان، وهنا كاينه همزه اللي خاصك ما تضيعهاش، واخا يوقع اللي غادي يوقع. العشر الاواخر من شهر رمضان فيهم واحد الليله وهي ليله القدر اللي كيقول عليها الله عز وجل في القران ليله القدر. وما ادراك ما ليله القدر؟ الله عز وجل في هذه الايه دي يعظم لنا ليله القدر، وهذا الشيء كيتبين منه باللي هذه الليله هذه ماشي شي ليله عاديه. علاش؟ لان الله عز وجل كيقول على هذه الليله هذه ليله القدر خير من ألف شهر. نعودها، خير من ألف شهر، وألف شهر إلا حسبناها غادي تعطينا 83 سنة والصرف. ودابا أجو نتخيلوا الفضل ديال هاد الليلة، هادي ليلة واحدة غادي تعمر ليا في الميزان ديالي أكثر من 83 سنة ديال العبادة، وبكل صراحة غادي يكون أتعس إنسان فينا هو هذاك اللي غادي يزقل هاد الليلة هادي. وماشي أنا اللي كنقول هاد الهضرة هادي، الرسول صلى الله عليه وسلم هو اللي قال لنا على هاد الليلة هادي من حرم خيرها فقد حرم. إذا داك اللي غادي يزقل فينا هاد الليلة هادي هو المحروم. ودابا السؤال اللي كيجيني في دماغي، إمتى غادي يبداو هاد الليالي هادو؟ أسيدي هاد الليالي هادو غادي يبداو من ليلة 21 كيكمل رمضان، وأشنا هو الوقت اللي كيبدا فيه القيام في هاد الليالي هادو؟ القيام كيبدا من المغرب حتى الأذان الفجر. إذا هذا هو الوقت اللي خصك تجتهد فيه وتقرب فيه لله عز وجل. وأشنا هما العبادات اللي يقدر ندير؟ أول حاجة الصلاة، وحاول تطول فيها في القيام وفي السجود، وما تنساش باللي الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فرصة ومناسبة باش تدعي الله عز وجل يحقق لك المتطلبات ديالك. ثاني حاجة قراءة القرآن، حاول أنت كتقرأ القرآن تدبر دوك الآيات وتفهمهم وتطبقهم في حياتك، وهذا الشيء غادي يخلي فيك واحد التغيير في الشخصية ديالك رائع جدا. ثالث شيء ذكر الله عز وجل، صليتي قريتي القرآن وانت جالس حرك داك الفم، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، حرك داك اللسان واستغل الوقت ديالك. رابع حاجة الصدقة، حاول هاد الليالي اللي غادي ندخلوا فيهم تحرك جيبك شي شوية وتصدق على الفقراء والمساكين وعلى الناس اللي محتاجين، وحنا مقبلين على عيد الفطر، حاول تشري شي حويجات للدراري الصغار لدوك العائلات المساكين اللي ما عندهمش باش يشريو ويفرحوا وليداتهم، حاول دير هاد الخير هذا وترسم الابتسامة في دوك الوليدات الصغار، ونهار العيد المساكين يخرجوا حتى هما مفركسين وما يحسوش بداك الفرق اللي بينهم بين الوليدات الاخرين. خمس حاجة الدعاء، دعي وانت ساجد في الصلاة ديالك، وخارج الصلاة هز يديك وقول يا رب بواحد القلب صادق، وحط ديك الساعات المتطلبات ديالك وكن موقن بالاجابه والله سيستجيب. وكاينين اعمال اخرين حاول انت تجتهد فيهم، وكتبقى اهم حاجه في هذه الاعمال هذو اللي غادي دير ان شاء الله هو الايمان بالله واحتساب الاجر عند الله عز وجل، لان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قام ليله القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وكيفاش جيك ايمانا واحتسابا؟ اي انك تتامن باللي اللي شرع هذا الصيام واللي شرع هذه العبادات هادو هو الله عز وجل، واحتسابا يعني انت كدير هاد الطاعات هادو وكتجتهد وكتقرب من الله عز وجل ابتغاء وطمعا في الاجر، وماشي كدير هاد العبادات هادو باش يقولوا عليك الناس فلان قام الليل كله، ولا فلان هو اللي عاون هاد الاسره هادي وتصدق عليهم، ولا فلان كنسمعوه ديما كيقرا القران. عندك تكون النيه ديالك هي هادي، حيت غادي تضرب كلشي داكشي اللي درتيه في الزيرو والله اعلم. ايه واشنا هي الطريقه اللي غادي نضمن بها باللي انا ادركت ليله القدر؟ الطريقه الوحيده اللي غادي تضمن بها 100% باللي ادركت ليله القدر هي يكون عندك نفس الاهتمام وتجتهد نفس الاجتهاد وتقاتل في هاد العشر الاواخر كاملين من ليلة 21 حتى يكمل رمضان. وكآخر وصية أمنا عائشة رضي الله عنها سولت الرسول صلى الله عليه وسلم وقالت ليه إلا دركت ليلة القدر
اش خصني نقول؟ هو يوصيها وقال لها كثري من هذا الدعاء هذا، اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني، وهذه وصية لنا كاملين. اذا في هذه العشر الاواخر نكثروا من هذا الدعاء هذا، اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني. هذا الشيء اللي كاين اخوتي، اسال الله عز وجل يوفقنا باش ندركوا هذه الليله هذه ونكونوا من الفائزين فيها. امين امين، والسلام عليكم ورحمة الله.